مليون عربتا هاي وحا عداتيني مانتا وحبكا هاي نلوكا يكونوا ليين ودشو حوالو دي بالاشكو هايستا ونمين فارسيين وستيت المليون ومستي دي يوروبا يكونوا ليين نمين كنلا ودمالا كساكستاني وسباكستاني ديرس دي ينمين كايري ميشا لغو أبو راي يويدا ايا اسكو هايستا مركا شكادو سنو ايو متا كتاب ايو حوالي مسلم صحيانا هاي المذيب وده الدولة دي اتشرا اما إيرانيين تو وعدد كدوان عربت عربت أنك دين تلوم بشخصيا إيرانيين تو واني من برولة واني من تاريخ له واني من مدحو ذكر تاقي يعي واني من وحوي دوني ده اللولن كجيرا لكن وعد ركتان دي لابكون او كيلومتر بالكور مرايا عراق سعودي عربية جوردن سيريا وحاصر لان الله يسكدو الحيستاهو دي أفر تم بقول إيه مليون عربة إلى هاي أوسية وحي أوقع لسنا قرن جي تجي له لا يعاش يدعك وحي بلا أدم كوهد ما وحي أوقع لسنا قرن جي تجي بقول كسنة وجود بيجي دولة وجرانيين حتى الدولة هوا الدفاع كرتاب نوتش لين أفرت السنة عنقبة سهرنات بعوا سهر با هوا ده كوش حياة لين أفرت السنة عنقبتين سهرنات نا ديجس بروجكتين دير بعوا إذا سمار لين وحولين دانيين قال مركا and dot kala ma xaqiro I think Iranians they are doing extremely very well marka loo eego situation ay ku jiraan iyo in population ka bariga dhaxay inta ay ka yihiin iyo waxa ku muuqanaysa inay dad wax doonayeen marka Israa'ilna waa dad hanle oo smart yah marka runta laga hadlo marka halka iska dhigin Farisiintuna waa dad hanle oo smart the dams are waxa weeye waa inag iyo qoliyahan inag iyo carabta weeye meelahan jaagi jaa tu ta da kaayna iyaga la isku dirayo nimba nimbo haystaayo midba mid ma jiclo ina dibid gi warkii qadaro khaliijka ka biday rabay inay khaliijka isugu tagaalo la dagaalaba waa dadka isku mashquulay dunida waxba kama aha nimankan iraniyiin and physically way ka duwan yihiin carabta waa niman dhaadheer oo qaad Soomaali Soomaalida amal u dhisan oo de geesiyaal ah oo midkood ugu yar midkood ugu dhuuban ma baqaan ma absolutely niman baqan maahan marka hadda maanta taariikh ay dhigeen carabtana de carabta laga ma sheekeyn karo de waa nimanka yaryarko gaagaaban oo burburan oo briiska jecel oo hilibka inay ay macnaha midka baruurta leh jecel maaragtay oo iska laa ilaaha illallah ilaahay u gargaaro Soomaali iyo keele سيسو حيين على سنة الأداء وكله وروي ما سنتين لك تقول ما يقهر مريسا بس وكوش عدا وروي والي مغلا سمهرت والي مغلا وماليني نيو عرد هورتا ميك اللي يراد كوفرو أبو أكسلام السلام عليكم أبو معنا وحير أن كاقاتو حفلة ديرو ها ميل بو سعودة سومال أكتفيستي أي أي كسو ها إغرها اللي حاضر مركا قيل لها كوحك سيدة قيل لها كوحك سيدة ها إغرها اللي حاضر قولا 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 سيقورونا يا عاو نيو وام حسنتين هرت آديات بوم حسنتين محا قليفة مفروغ ميل دي جري ها ميا ميا قولا سيقورونا يا قوضي يعني يرها لهذا. ولا ليا له هرتوا مهسنتين عادي عادبو مهسنتين. مركلة سمينا يحيابهان دراسوين كعالمية. أريمهان أكل الله بنيسانو دي ديمه أيو عقيدوين كي يوجو حكلا مسنجين. إن أكو حبسانتان ما. وين أفسحنتان. نتيجة إيوه دول كوسمو قليحي دقال كان سدحادي الدنيا دلان لا يعني سيدا أغو معقول سنة ما أغو صورت قل نمذب يعني إن متقنا بالحوغة دراسة كوسم إيسا أرنتان من الإستحادة كتاقن waxay noqon kartaa markii si loo fiiriyo tijaabo ama testing wax la yiraahdo way noqon kartaa oo Iran ay test gareynayso limitation ka iyo reaction iska
ودمادة powerful كيان يعني especially مركي اللي يرحضو ودن كان انجريس كيو مريكن كا ومرو البابا وحيابها دعدوين كواوين دي عراق حان الحيطة دي ودمادة انكلايو ماركتي ايقال افتر كودة لبربرية حان الحيطة مرو البابا كودي رنشري هول قلدة متقنة ملتري كودي رنشري مركا حدي اي رياكشن كي اي كفلي سي ايران اي سميانا طبعا ارنتاسو وحيسكو بدليسا بكوز بحايا لي مركا دوقتا هي تاريخ دي هسري دقال كي لبعض الدنيا سيدو كوبلو دي دان مركا وحاد قران كرتا دقال كسا دي حاد الدنيا قابقو كوبلو بنكرو مركا دقال كسا دي حاد الدنيا وحو بلو دي مركي بابو المندب ليس لتغي بو بلو دي لكن سيدي لغفل يي مؤسن نقن عجيب باكو يمين يو ماركتي انان حري لوغو لبل حاسنين و حري ان لوغ لينين تانونا مركا وا تستين كلاباد ويي تستين كان مركا لبي من نقن ايسا ان ودمدق ودها ووين ان اي ارنتان كغاب سلان ويدب اوغبحان ويكبقان و اي قياسان كنسكونسي كا امان كرو قسارها امان كرو انتو ليك يحي يا ان ايران اي ايضا لفتركو دو اي كفر شلانتو دي تلابوين كي اقاتي اي سن نقون كو متقنا wax badan geysto aysan noqonin oo halka ayada aan dabadeetana ay ka soo baxdo in sida Iraq loogu leefay oo kale in loogu leefo shamsi looga soo marka hadii ay jirto Iran laftirkeeda wax in kore gareynayo oo gadaalka taagan ayadu markaas laftirkeedu reaction ka yimaado Mareykanka iyo xulfadiisa dan markaas ayada ah Iran ay hesho back up sida Russia iyo China iyo wadamo kale oo mutqan xulufa la marka kiiskan waxa weeyay waa kiis aad iyo aad u adag oo runtii qab loo dhigo iyo sida mutqana mideeda kale waxaan in sheegaya oo aan in ka helmaamay wadamada carabta oo ka hadlaysan jaa had already dhinac bay mareen marka againsti waxa weeye wadanka la yiraahdo Iran marka waxay raaceen wadamadii mutqanaadu ay ku soo gal yahay Israel iyo Mareykanka iyo xulfadiisa oo dhanbay yey si toos ah u buuxo oo la safanayaan marka taasuna waa fact iyo xaqiiqo weeye ka already waxa weeye waa dhinac bay xigsadeen marka ayagaas laftirkoodu xitaa هدي حتى حكسدان طبعا هدي نقطو إن دامج وين أي جيستو إيران لأن مركز أيضا قليهان عربتا وليبو سبشال قليجكا أودو دو مستقبل كوحي نقونيسا زيري نقونيسا ودي powerful كا ميدل إيستي هقامنتي سو حصوفو لأيو وإمان أيو wa Iran laakiin ayagu waxay xigsanayaan bedelkii Iran maan lahayd inay Israel ay timaado powerful middle east rangreyo gudaha region ka soo dhan marka dagaalku waa bilaabday reaction iska nimanka kabaha waaweyn baanu arkin doona aduu dagaal weyn ba ku socday een haddana waxa arintan een kiciye waxa ahayd qonsuliyad niman kaano meel ay kulahaayeen ay inay niman kaano ay qarxiyeen macnaa waxaan ka wada markii nimanka Israa'iiliinta niman xishooda ma aha ee saaqto team basi Iran aan kaliya ma aha hadda Lebanon oo kaleento aan dagaalo aan ficilo badan oo argixisaab ay ku soo biyeen dad masaan aan waxay kulahaayeen masaakiin oo aan shicba Syria sidoo kaleento aan wadankan Yemen sidoo kaleento
حتى العراق بي أرجعسها جيستان فعلا أرجعسها معناه عن كذا هذا إنه تقف بحقوره أي شن ودن أو مسلمة بيدقينا ين وكجيستان فعلا أرجعسها مركن ما كانوا فرد إيراتي وإسرائيليين تن كان وليبا نتنياهو وانين آد حويه إن مسلمين تقول نعبو حاسدة ما نحشوده أو ما أركنه كم حشوده نقفكو دونو بام إسكاغر حيا هذا يعني ويتو حاجرتي قول هذا ان وول سنتل كيتشن ان دات شعب هايو ان راشين وقيبين هاي ان نمانكا فلسطينيين تا بوقرحي ويلي بصدح قاربي هاي المد بوقرحي ان وحاد هذا مركا داتكي ان ويكا عرم قاركا لقلان كيان ووقرحي هادان كيكا لوقرحي مركا إسرائيليون داد نوع عاسوية نمانكا إسرائيليين تا ان إيرانيين تا نمد دير بيدو القادنا ان oo markano in iska lagu qarxiyo oo dadka muhiimka laga laayo oo meel walba laga la dirro marka hada ficilkan meel xun buu gaarsiyay ninka Netanyahu baash meel xun buu gaarsiyay meel waxay gaartay marka Israa'iiliyiintu ay leeyihiin tan laga ma aamusi karo ee waa inuu markano waxin yaac la dhahayo aanan suubina marka bamamkan iyo drones kan hada ay tuureen yaac bay ka tahay ee nimanka Iraaniinta niman dagaal raba ma aha een waayo een dhaqaalahoodana dan ugu ma jirto een waana niman ma aykun xadaarad laho technology-doodan way fiican tahay oo een dagaaladan badan oo lagu hayo waxa kamida hadii Israa'iil laga soo tago wadanka kaliya hadda la tartami karo nimanka Israa'iiliinta waa iyaga dhanka technology-da markii laga fiiriyo aqoonta markii laga fiiriyo fikir dheerada dhanka siyaasadda markii laga fiiriyo marka waa een laba dowlad oo waxa way tartan ku jiro laakiin midkan Israa'iiliinta waxa way waa meel dad mafia ay xukumaan oo dadan xishoon ba xukuma oo raba inay falastiniyiintana waxay dilaan iyo waxay burburiyaan iyo waxay aryan ka dhigaan een dadka kale oo maarkano muslimiinta ka soo horjeedana ay xataa gaas ku buufiyaan hadii maarkano ay awood u yeeshaan dagaalku markii arimo noocaas ayuu ka dhashay dadka een muslimiinta amarka oo ka fiirinaya dagaalkan hadda dhanka een diinta een waxaan ogsoonahay Iraniyuntu waa nimanka kaliya oo Falastiiniyiinta aan siinay maarkano gargaar dhanka siyaasadda, dhanka hubka, dhanka maarkano xataa cilmiga maarkano hubkan yaryar oo lagu tuurayo lagu suubinay siinay waaye waa niman maarkano xogaha ka ficil wanaagsan nimanka kale oo muslim sunnida anagu marka hadii aan ka fiirinayno dhanka cadaaladda oo aan leenahay dhanka cadaaladda aan ka fiirinno waa laga garad rabaday nimanka Iraaniinta haddaan ka fiirinayno dhanka insaaniyadana di ayaga inta la leenayo waa laga garad rabaday cunqabateen baa laga saaray meel walba dhanka siyaasadda haddaan ka fiirinayno nimanka Israa'iiliinta hadii ma arkino yaacan la dhihin oo aan la qabanin oo awood kale oo hadda ma arkino bal gabaad noogu noqoto aan leelin mar dhaw waxay imaanayaan East Africa ay imaanayaan waayo waxaan ognahay waxay xiriiryo badan la leeyihiin nimanka Itoobiyaanka ah nimanka Itoobiyaanka ana waxaa jira qabaailo yuhuud oo hadda aad uga soo buuxsan waddanka Israa'iil aad uga soo buuxsan ayaa jira marka anagu Soomaali haddana kul hadda dagaalkan saameyn dhow nagu ma yeelan doono laakiin markii dhanka fag laga fiiriyo nimanka far dheer bay noqdeen marka hadda soo ogsoon tiin waxa weeye kuwa UAE-dan aad bay ugu milmeen mid kan hadda Saudi-gana muddo dheer bay xiriir bay lahaayeen oo xiriirkii soo dhow oo maarkano iyagoo xataa raba aqoonsan raba ba dagaalkan qasda dhacay marka wadamada carabta markii laga rabo Iran saaxiibo dhow bay leeyihiin oo maarkano Iraniyiinta ay saaxiibo dhow leeyihiin marka anagu hadaan Soomaalinahay nimanka Iraniyiinta waxaan dhila u jaceeya maarkano dhankan xaq jirnimada iyo diintan ma arkuno niman culimo ah oo Saudiya ku soo tababartay oo siyaasadda Saudiya wata ay noo keeneen oo ma arkuno oo siyaasadana ay qayb ka mid ah waxa waaye siyaasad ma arkuno lagu burburinayo siyaasadda Islaamka lagu burburinayo waaye teeda kale dad badan waxa arkaysa diinta ka cararaya diinta saa ogsoon tiinba waa waxyaalaha mideeyo ummadaha waa anoo marka hadda muslimiin nahay diinteena dagaal ayaa ku socda hadda reer galbeedko kaleento waxay ka mideysan yihiin diinta
نمان كان ما أركنو كوان ريبرغ سيدي هندو كالان دين تا يكي مديسيهن هندو مسلمين تا يدغال كوهايان شاينيز كحتا مسلمين تا يدغال كوهايان ريقلبيت كمسلمين تا يدغال كوهايان معنا مسلمين تي والا ويقي واي وحالوغي مسلمين تا دين مدوبان وحكاليو أنك نمدينة ودين تا واي نمان كان عرب تا نسيب السعودية دين تاس أي ماركنو كو غرغاريونو كون نقضان داد قوود لأو ما أركونه وأنا أقصد كل نقطة مركّة دين تيان لقى عررن نمان كان أنا أقصد أقصد نوان نمان إسلام ولا كفكر فكر ما أركونه قلدم بأمين سينهين أنا أقول مركّة هذا إسلام نمان أقوله لين ما إنه وحنو أقوله لين إنه أمرك ور لاجر درب بدين هاي مركّة لبعض الدين نمان كان فرق غير بين نقطة مركّة هدي أيجا يصور ده فن إن مال علني يسمى جرتو إن وعكلو أقصد كوبيا حد مرايكن كأي قاتل بالله كتاج نمان كان هذا مدعونا مريك لور شير أيوه الله الله إني كان نتياه أو تلفن دير لجلي وحو ككري وورنيه ما شرافة هويررن وايو إن إسرائيلين تحسوا بيان مركي قزة أنت هذا بدي يبربرنا يعني وحيدهن لأنك برجع رافة الله سكوت تقو مركي مقالة رافة كل دت لا مليون جارة أو مسلمين أو فلسطينيين يا دكان بايد مركو وحقولي هاي حداد ما شان ويرتو لا مليون أو دت سفليان يا دكان dad badan oo hadda xamaas meesh ma joogan oo ma joogan marka hadii magaalada 2 milyan oo qof ay degan tahay ay weerarto qasaaraha ka soo gaaray caruurta iyo dumarka baad markan u badan yahay marka waxa dhacay 3200 kun gaaray caruurta dumarka dhintaan uu diidayna tan si toos ah uu diiday oo markan wuxuu yariinay oo anigu oo kuma santa hubka iyo balaayada siinayso laakiin arinta arag markan aniga ii taala weeyay middan anoo waxaan isleeyahay qunsuliyadda Siri had uu weeraray maadaama dagaalkii uu ku fashilmay oo dadkii laga haystay uu soo celin waayay wuxuu ku suubinayay destruction wuxuu ku suubinayay mudaharaadyo badan oo ka socday Israa'il gudaheeda iyo khilaafaad ballaaran oo ka imaanaya dhanka xisbiga dimuqraadiga loo yaqaano iyo dawladda hadda Mareykanka xilka haysa khilaafaad weyn oo u dhaxeeya oo looga soo horjeeday in hubka laga joojiyo Iraniyiin nimanka Israa'iiliinta waa isa ogsoonay hub badan oo baam ah ayay waxay siiyaan Mareykanka Israa'iiliinta siiyaan marka hadda ayantaan Mareykanka gudhiisa waxaa socday olole weyn oo lagu doonayo in laga joojiyo hubkan badan oo baamka la siinay Israa'iiliinta laga joojiyo bataatan waayo waxaa la ogaaday hubka inay u isticmaalaan inay ku laayaan dad caruur ah marka asagoo halkaas doonayo albaabada inuu iska siixiro buu wuxuu suubiyay qunsuliyad buu weeraray aan markano dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda hadii laga fiiriyo ay qalad tahay waxa soo dhanday ninka Netanyahu baa la yiraahdaa nin xamaha wuxuu doonayaa inuu khilaafaadkaas uu buuq ku furo meeshaas uu ka sii wado ma arkino gumaadka uu ku hayay dadka shacabka falastiiniinta taada kale inta wuxuu ma arkino iska moosaya mucaaradka uu doonayo wadankan Israa'il inay ka qabtaan doorashooyin oo ayagoo kala laabanay kursoonida dawladdiisa marka waxyaalaha soo dhanba ka fiirneyna laakiin Iraniyiintu san ogsoonahay waa nimanka kaliya oo nimankan Israa'iiliin iska dhiciyay weeye waa niman kaliya oo u gargaaray oo caawiya qolada falastiiniinta weeye oo dad muslimiina oo sunni ah oo meel barakeysan degan oo dad barakeysana marka siyaasadan aan barano cadiifada ma arkano dhankan Saudiga nooga imaaneyso dhageysan nimankan waa cadawne anagoon soo baarin maarkino yaana dabankaas ku dhacay waxa ku su'aalay.